طيب خلينا نتكلم عن المباراة القادمة لنادي الزمالك قصاد فريق بطل الصومال، فريق ديكداها. هل طلب من نادي الزمالك تأجيل المواجهة الأفريقية المقررة ليها يوم الجمعة اللي جاية؟ لا، هو نادي الزمالك كان رئيس الزمالك تلقى، قال لك احنا تلقينا خطاب ان الماتش اللي هو الماتش، انت عارف الماتشين الاثنين هيلعبوا في القاهرة. صحيح. الماتش يوم الجمعة، الذهاب والإياب هنا في القاهرة يوم 23. نادي الزمالك قال لك احنا تلقينا خطاب ان هو الماتش يكون يوم 25. نادي الزمالك رافض ان ماتش العودة اللي هو الماتش الثاني اللي هيكون في القاهرة، الماتش اللي هو يتأجل عشان ماتش نادي الزمالك مرتبط بمواجهة في كأس مصر قدام نادي المقاصة. شايف ان هيكون الوقت قليل، يومين او ثلاثة لو الماتش اتأجل، شايف ان ده صعب. صحيح. نادي الزمالك يتمسك ان الماتش العودة يكون في ميعاده حسب ما تلقى خطاب من الاتحاد الافريقي قبل كده.